بتوع علم النفس برضو وبتوع الصدمات بيسموا عدم وضوح المعلومات، ان مثلا لو انا عندي طفل بربيه وما اديتوش معلومات كافيه عن نواحي مختلفه في حياته، عن نفسه، عن ازاي يتعامل مع الناس، اي حاجه، دي بتبقى نوع من انواع الايذاء. ليه؟ لان انا بحطه في البيئه وبحطه في العوامل، بحط له العوامل اللي هتخليه يعطل، مش هيكمل، انا ما عنديش معلومات اكمل عليها. كل ما هشبه احتياج الوضوح وهتعلم اكتر وهفهم اكتر، كل ما هقدر اكمل في حياتي واخد خطوات. علشان كده الواقع اثبت ان الناس اللي دخلت الدين على افعل ولا تفعل، بعد شويه نسبه كبيره عطلت ورجع خالص، لان انا خدت خطوات ومشيت وحاسس ان انا تايه. لكن اللي بيدخل في طريق رب العالمين بمعرفه رب العالمين والصوره عنده بقت واضحه ان ربنا هو الغايه، وان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الوسيله، وان الدين مع عظمه الدين هو البروتوكول بتاع التعامل اليومي، لكن مش هو العلاقه. العلاقه مبنيه على حب ربنا ليا في الاساس ولا تتغير. فطول الوقت هو مكمل باذن الله، حتى لو تعثر، حتى لو حصل معاه ازمات في التنفيذ في البروتوكول، الاساس عنده ثابت لا يتغير، ان ربنا بيحبه. ده هيترتب عليه ان هو مش هيعطل. انت قلتي حاجه حلوه قوي، مش هيعطل ومش هيتوه. القرآن والسنة، زي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتاب الله وسنتي، هم دول اللي هيلبوا احتياج الوضوح في حياة كل واحد فينا. عشان اطمن ان رب العالمين بيحبني واتأكد بوضوح ان ربنا بيحبني، مرجعيتي القرآن والسنة. طول ما انا بعيد عنهم وناسي كلام رب العالمين، سهل جدا الشيطان يرمي جوه قلبي افكار سلبية عن الله تأثر فيا. لكن لو أنا عارف ربنا وعارف القرآن وعارف السنة وبرجعهم وبسمع آيات من القرآن وبسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بحضر دروس علم طبعا لعالم ثقة أو طالب علم متمكن معروف إن هم ناس على منهج ربنا، وقتها هلبي احتياج الوضوح. هيبقى واضح لي جدا منهجية رب العالمين في حب العباد. فالقرآن والسنة هي الوسيلة الأساسية في إشباع هذا الاحتياج. ورب العالمين قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب رب العالمين القرآن، والنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنته. أول ما تعيش مع القرآن والسنة ويبقوا هم مرجعيتك، هتشوف قد إيه ربنا بيحبك، هتتعرف منهم على رب العالمين، وهتعرف قد ايه رب العالمين بيحب العباد بلا شروط، وتسمع الأئمة وهم بيقولوا لو عرفوه، لو عرفوا قدر حب رب العالمين ليهم لأحبوه، وتسمع واحد من العاشقين لرب العالمين من كتر ما هو فيهم قد ايه ربنا بيحبه، كاتب شعر في علاقته برب العالمين بيقول من ذاق طعم شراب القوم يدريه، ومن ضاره راح بالروح يشريه. يعني ايه الكلام ده؟ يقولك اللي حيدوق طعم حب رب العالمين ليه حيدرك ان هي دي جنة الدنيا، وحيشتري هذه العلاقة وهذا الحب ان شاء الله بروحه. خلاص كل ما اسمع من القرآن والسنة، كل ما اشوف قد ايه ربنا بيحبني، كل ما قلبي حيروح مع الله. فالوضوح في القرآن والسنة، تعرف ان من معاني اسم الله الودود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الود ده ما بعد الحب، من كتر ما رب العالمين بيحبك بيتودد إليك. طب إيه شروط اللي الناس بتودد إليهم؟ مفيش شروط، كل الناس وإنت منهم. إن حب رب العالمين للعباد حب غير مشروط. هعرف المعاني دي منين وهتبقى واضحة علاقة رب العالمين بيا وحب ربنا ليا، واشبه احتياج الوضوح من القرآن والسنة. لما تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول في الحديث القدسي إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، ناس قاعدين بس بيذكروا ربنا، فإذا وجدوهم تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.